هيدا انت يا احساس. رايحين من الساعة الربنة بورتغال ثلاثة. هيدا احساس بوبو. هيدا احساس على العموم غيرنا النفسية، امور طيبة. حياتي من العراق منورين. ثلاثة واحد ما شاء الله. نريد لقطة فرحة. أي فن أي شو مشان ماما ليش مش حاطط ميوزك؟ لا لا ده أنا قاعد مش قاعد بخلي الشباب يعملوا هلا بيكم ارحبوا. كيف الدوحة معاكي؟ الحمد لله حلوة. انبسطتي؟ أول مرة تيجي صح؟ لا جاية من زمان كتير. والله؟ ما شاء الله ما شاء الله متغيرة. أنت قاعدة فين؟ في ال فاندوم. فاندوم؟ أيوة. تعرفي الفاندوم دوت أنا روحت مرة واحدة بس؟ مرة حلو الفاندوم والله ما شاء الله تبارك الرحمن كبير. ايه ماما ما ترد. وينها منامور؟ هون تنامور، هون جنبي منامور. ايوه تشطب منامور. اليوم دخلت معاها بس اسمه ايه ده؟ شيري. كل لما اخش مع منامور تشير ولا ليه؟ ما لازم الشاشة توقف. عم يسألوني شو عم تعملي؟ وكريستيانو مولع ما في ولا محل قاعد مطعم هلا. حجزي على 9:30. انا ما في محل قاعد فيه غير على 9:30. مش قاعدة بالبيت انا بحضر مباراة. مين؟ ايه سلطان شكرا. التجويس قربنا 70. تمين ثانك يو. مش هنوصل التجويس مش هنوصل. كبس يا حريم كبس. النهار حلو. ثانك يو احساس شكرا. ليش ما برد؟ ما برد لأن عندي 1600 باللايف ما عم لحق ارد. تميم شكرا. مين بعت لي؟ سلطان ثانك يو. انا من لبنان وانتو هما. انت كيف بتخلصي الكوفي قبلي؟ بتشربي كثير يعني؟ انا ما بقدر اشرب كوفي مثلك. هات لشوف.
تشربيه هو سخن؟ لا 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 يشرب أمير يشرب. عندك مستوى يا أبو سعيد ولا لا؟ دبلنا. الله أعلم. نجيب دبلنا. نحن دبلنا. بدنا أسد. بدنا طلع. أنا بتعرفوا شو بحس إنه المشاهير ما بيقروا الكومنتات. أنا ما عم بقدر يعني عم بيزوغ عيوني ما في أقرأ. لا. على فكرة أبو سعيد جوك هيك مش حلو. يا أخي والله تعرف إني ما دخلتش مع حد وخلص كم من حد بعت لي حتى كنت أخش أسلم عليهم أقول لهم مش هلعب والله. بس معي أنا. بس أنت تعز يعني. لا يا فهد والله بس إذا أنت بتحاول تقرأ الكومنتس كلهم كيف تقدر؟ عندي 1400. نحن مركزين بالكومنت هون ونرجع فيهم. إيه إنه أمي بتركز وبترجع بالكومنت أنا عم بروح عيوني. شكرا يا زكريا. أنا لبنانية مش أجنبية. لا 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 أنا لبنانية. لا. أجنبية بس مدبلجة. شو يعني أجنبية مدبلجة؟ يعني تتكلمي باللغة العربية مدبلجة. شكرا يا السباعي. ثانك يو شباب قحلوها يا شباب. نشبيل نظارات بالبيت. انا حاطه عروتانا. شو حاطه عروتانا؟